السلام عليكم، أنا اسمي شريف منصور وأنا عاوز أحب أعرفكم على موقع على النت اسمه ويكي سورس أو ويكي مصدر وإزاي يقدر يساعد التعليم في مصر. أولا لازم نسأل نفسنا إيه أحد المشاكل أو الأماكن اللي نقدر نحسن في التعليم في مصر على النت. ومن ضمن المشاكل ان اولا صعب ان احنا نلاقي الكتب على النت، وحتى لو نزلناها ال PDFs نفسها الكتب نفسهم حب منهم طبعا عشان في الاول كانوا نسخ ورق، فالكلام متسيف كايمج كصورة، فمش بنقدر مثلا ننقل او ندور مثلا على الكلام نفسه. فزي ما شايفين في الصفحة دي اللي هي دلوقتي متصورة كصورة، او مش هقدر الاقيها مثلا لو عملت سيرش مثلا لكلمة لابتوب، الطالب مش هيقدر مثلا يلاقي، لازم ينزل كل مرة يراجع او يدور، لازم ينزل 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 عشان يلاقي الكلام ده. مش بس في الكتاب ده، هو مثلا الحساب برضو نفس الحكاية، ان الكلام متسيف كنسخة كصورة بس، في يعني في حبة حاجات كده متغيرة، بس معظمهم في نفس المشكلة. غير كده هو عشان الطالب ينقل الكلام ده، هو عشان المراجع يبقى عنده حبة نوتس برضو صعبة. فدلوقتي نرجع تاني للمكان للموقع ده، هو اللي اسمه ويكي ماستر، ونسأل نفسنا ازاي الموقع ده يقدر يساعدنا. اولا هو الموقع ده ايه؟ الموقع ده زي ما يكون مكتبة الكترونية، يعني مثلا في كتاب اسمه تريجر ايلاندز قديم بتاع روبرت لويس ستيفنسون. المكتبة دي كلها كاملة مجانا وعلى النت، واقدر ادور برضو على الكلام منتهى سهولة. مثلا اخد الجملة دي اهي وحطها على السيرش، ولاقي بالظبط هي موجودة فين، في أي كتاب، في أي حتة، مثلا في تريجر ايلاندز. طيب دلوقتي ارجع بقى للتعليم في مصر. فهنا عندنا كتاب ساينس اقدر احطه على ويكي ماستر، ودلوقتي الكتاب ده موجود على الموقع فاقدر ارجع له لاي وقت. غير كده هو ان اقدر انزله كنسخة عندي، يا كبي دي اف او ك ديجيتال بوك، اي ريدر بوك، يعني اقدر اقراه على اي حاجة. فانا دلوقتي هعمل لنفسي نسخة للكتاب ده هو، وانا اقدر دلوقتي افتحه على اي بوكس. بس لو انا عندي تابلت او اي كمبيوتر تاني اقدر برضو انزله واقدر اقرا الكتاب زي ما انا عاوز. غير كده هو، طب لو انا عاوز اراجع ومش عاوز الكتاب كله، بس انا عاوز مثلا صفحتين تلاتة من الكتاب، اقدر هنا في بوك كرييتر كده اد كرييت ذس بوك show pages، واقدر انا مثلا انقي انا عاوز صفحة رقم 10، صفحة رقم 12، والصفحة رقم 11، واكتب مثلا ان شريفز نوتس بارت 2، واقدر اسيف ونزل الكتاب. غير كده انا اقدر اعمل combinations، يعني اقدر انزل كذا، يعني اقدر اعمل نوتس من كذا كتاب، بس لما اخلص اقدر ادوس داونلود از بي دي اف هيكمل. خلص، اقدر داونلود الكتاب دلوقتي وانا عندي كتاب
بالظبط للحتت اللي انا عاوزها من المنهج. وده بس ده مش للكتب الانجليزي بس، ده بالكتب العربي. فده كتاب مثلا اسمه حياة عصامي، برضو موجود على ويكي مصدر والناس تقدر تشتغل عليه. طيب ازاي نوصل من هنا لغاية يبقى عندنا الكتب المناهج المصرية كلها على ويكي ماستر؟ فأول حاجة نعملها إن احنا ناخد النسخة الأصلية من الكتاب، مثلا الكتاب الساينس ده اهو، ونحطها على الموقع. ففي مكان اسمه ويكي كومنتس هنا اهو، نروح نعمل فايل أبلود، نلوجن. فأنا هلوجن أنا دلوقتي. بعدين اسلكت الفايل، انا مش هحطه دلوقتي عشان هياخد وقت كتير، بس او لما يتحط نقدر دلوقتي نروح ونطلب ان البي دي اف ده يتحول لكتاب في ويكي ماستر. فنقدر نكرييت ا كوبي دلوقتي، او لما نطلب من الحكاية دي اهي، هيحصل هتلاقوا الصفحة كده اهو، وكل صفحة من الكتاب الأصلي هيبقى فيه نسخة ديجيتال جنبيها بالظبط. ده ليه؟ ده علشان الأديتر يقدر يغير في النسخة الديجيتال لغاية لما تبقى زي المصدر بالظبط، ولما تبقى جاهزة بيعمل سيف، والكتاب النهائي او الارتكل يعني النهائية هتزود الكلام اللي احنا لسه حطيناه. فانا دلوقتي مثلا هشوف، نروح مثلا صفحة رقم 24. نقدر نقعد نعدل فيها شوية. Considered smaller atoms. بعدين save the page. أروح للكتاب، أعمل refresh، ونلاقي التغيير اللي احنا حاطينه دلوقتي. فده معناه كذا حاجة. اولا لو في اي تغييرات للمنهج نقدر نغيره بمنتهى السهولة، واكتر من واحد يقدر يشتغل على نفس الكتاب في نفس الوقت. ثانيا ويكي مصدر زي ما اسمه بيقول، اهم حاجة ان النسخة الالكترونية تبقى كلمة كلمة زي الاصل. الهدف ان يعني مش اي حد يألف، الهدف ان الكتاب الالكتروني يبقى كلمة كلمة زي الكتاب بتاع الوزارة التعليم. هو نسخة للكتاب بتاع الوزارة التعليم معناها ان الوزارة هي الهيئة الوحيدة اللي تقدر تغير او تكتب المناهج، ولكن الشعب يقدر يساعد ان هو يعمل نسخة الكترونية تساعد الحكومة وتساعد البلد. غير كده هو والطلاب، من اهم حاجة الطلاب. غير كده هو ان الحكومة تقدر تاخد النسخة الالكترونية دي هي عشان لو عاوزة تعدل في المنهج مش محتاجة تكتب الكتاب من اول وجديد، او تعمل تعديلات وتلاقي شركة تانية عشان هي تقدر تغير. التعديلات دي هي تقدر تتعمل في ثانيتين. وفي برضو الديسكشنز، لو مثلا في واحد عاوز يتكلم عن مثلا لو في edits لازم تتغير، مثلا لو المنهج ده هو السنة دي
أصعب من السنة اللي بعديها مثلا، لو في غلطات مثلا spelling أو كده هو تقدر تتغير، يبقى في ال discussions دي هنا. الماستر ده ما يقدرش يتغير، بس نقدر يبقى في discussions عنه، وبعد ال discussions يا نشوف طريقة ان الكتاب يتغير يا يتساب زي ما هو، بس على الأقل ان في مجال ان الشعب والحكومة برضو تقدر تتكلم عن مثلا اي issues يعني بالكتاب. طيب شكرا.